اقدر اقول انه بيلخص الفكره او الافكار الرئيسيه للدراسه التي يتناولها الباحث او الباحث. اذن العنوان بيعبر عن الفكره الرئيسيه للدراسه. ايضا عنوان البحث نلاحظ انه يحتوي على اقل عدد ممكن من الكلمات، اقل عدد ممكن من الكلمات التي تصف المحتوى، كلمات قليلة جدا تصف المحتوى او الهدف من الدراسة. معنى كلامي ان عنوان البحث يجب يفترض ان يكون مختصر وواضح، مختصرا وواضحا، مختصرا وواضحا، مختصرا وواضحا. بمقصدي هنا الابتعاد عن التفاصيل في العنوان، الابتعاد عن ذكر اي تفاصيل في العنوان. اقدر اقول ان الهدف من عنوان البحث، الهدف النهائي من عنوان البحث هو جذب انتباه القارئ. جذب انتباه القارئ لإيه بالضبط؟ أنا بجذب انتباه القارئ لمشكلة البحث الذي يتناولها الباحث أو الباحثة. جذب انتباه القارئ لمشكلة البحث التي يحقق فيها الباحث. Like a Hellcat.